على هذا التقرير الرائع. وحديثنا بهذه الفقرة عن أبطال هذا التقرير، منظمة شبابية مستقلة أخذت على عاتقها وتعهدت بترسيخ مفهوم حب الوطن وتقديم المساعدة لأبنائه. نراهم يتألقون بفصل الشتاء وأزماته، فهم يقدمون الصورة المشرقة لشباب هذا الوطن. منرحب بنائب رئيس وحدة شباب السلط السيد خالد الخشمان. صباح الخير. صباح الخير صباحكم، وبحب ارحب فيكم وبشكركم على الاستضافه، وبشكر الفريق الاعداد اللي كان معنا ومرافقنا، كان من خير الشباب الموجودين. العفو واجبنا، والشكر لكم على كل جهودكم اللي بتقدموها. ما شاء الله. بدايه بحب انقل تحيات واخوي وصاحبي ورفيقي رئيس وحده شباب السلط خالد سليم الحياري. نعم. وجميع الزملاء بالفريق ينقلوا تحياتهم، وبتحبوا يتشكروك على الاستضافة وعلى المرافقة وعلى متابعة كل أمور فريق الطوارئ لوحدة شباب السلط. بالعكس، إن الشرف بوجودكم. العفو، ونوجه لهم أيضا تحياتنا من فريق قناة A1 ممثلة بكامل الفريق وإدارته، وأيضا نعيد بأن هذه الجهود التي تقدمونها هي مقدرة، فالشكر دائما لكم. بداية سيدي، احنا منذ تأسيس الوحدة شباب السلط، هي ليست وليدة اليوم، هي من 5-6 سنوات موجودة، منذ أن أخذنا على عاتقنا تأسيس هذه الفريق، أخذنا على عاتقنا أنه التركيز على المواطن والشاب الإيجابي المنتمي لهذا البلد، وكيفية توجيهه وتطويره لخدمة هذا الوطن اللي بيستحق منا كلياتنا. طبعاً. احنا ما عندنا موارد طبيعية في الأردن كما بتعرفوا. صحيح. بس عندنا موارد بشرية تفوق العالم. صحيح. وهي دائما جلالة الملك بتغنى فيها، انه انا المواطن الأردني هو اكبر نعمة واكبر مورد لهذا الوطن. 100%. منذ تأسيس هذا الفريق تفرع منا عدة أفرقة. نعم. ومن هذه الأفرقة اللي هو فريق الطوارئ لوحدة شباب السلط. هلا ليش بيطلع بالفترة هاي؟ للبداية الشتوية. نعم. هو بس مش للشتوية، هو كمان بالصيف. الأردن بيمتاز بأربع فصول. بالصيف برضو هذا الفريق له أعمال ونشاطات وبرامج. نعم. من قسم التطوير اللي عندنا في قسم وحدة شباب السلط، في قسم تطوير لهذا الفريق. نعم، جميل. طب نحكي عن المهام اللي بيقوموا فيها الشباب بكل فصل. بكل فصل الأربع فصول بالصيف لهم مهام، اللي هي بتعرف السلط دخلت مدينة جائزة يونسكو الجديد. نعم. وهي مدينة سياحية. صحيح. نحاول دائما ننقل الصورة الإيجابية عن مدينتنا. في فصل الشتاء بالتحديد لنا مهام وتخفيف العبء على الجهات الحكومية المسؤولة، وهي مشكورة دائما، هي كتف بكتف معنا في الميدان ودائما داعميننا في كل شيء نطلبه اللي يقدموا لنا التسهيلات. رائع. منها التدريبات، أساس يكون فريقنا هذا صاحب خبرة، صاحب كفاءة، صاحب يعني بيعرف شو يعمل بالميدان. لا، المهام بتكون داخل السلط أم داخل السلط؟ هذا السؤال. وخارج السلط. هذا السؤال. إحنا بالفريق الوحدة شباب السلط عندنا عدة أفرقة. ومنها التطوير والتعليم. نعم. وهنا هذا الفريق اللي أعشقه. وعندنا فريق برضو قسم خاص في تنمية المجتمع المحلي. جميل. وعندنا فريق أكاديمي للدخول بالجامعات والمدارس، برضو له دوره. نعم. نيجي على الموضوع المعين اللي احنا اليوم نحكي فيه، موضوع الفريق الطوارئ. هو هذا تعرف التضاريس الأردن شوي الطقس تغير. زمان كنا ثلج تيجي اسبوع اسبوعين. صح. انت اليوم قاعد بيجي بالاردن ثلج يوم يومين وبتروح، فبتلاقي. صح. التشوق من الاهالي انه يطلعوا. صحيح. يشوفوا هذا. فالمشكله اللي مركبته لا بتكون جاهزه ولا بتكون شيء، بيكون مع اطفاله. احنا بنقوم بدور بسيط مقابل الاجهزه الامنيه والدفاع المدني، واحنا بنقوم بدور بسيط، بس احنا دورنا بنعتبره كبير في بدايه تساقط الثلوج. نعم. وفي بداية هاي السيارات اللي بتعيق وبتصف على اليمين وما بتقدر، ومرت الأردن بأحداث كثيرة مثل هيك. تتذكروا أحداث طريق المطار لما سكرت فجأة فاتت عليهم موجة. طيب. يعني أعاقت كل الأجهزة، كيف بده يساعد كيف بده. فكان. نعم. الدور فريق الطوارئ في سحب هذه المركبات، وتطورنا وبقسم التطوير تطورنا هذا وتوسعنا. نعم. غرفة الطوارئ اليوم أنتم أيضا تتعاونوا مع
جهات أخرى غير الأجهزة؟ طبعاً إحنا دائماً تعاوننا وتنسيقنا دائماً مع الجهات الرسمية. جميل. في محافظة البلقاء مشكور المحافظ دائماً بيقدم لنا كل التسهيلات تعاوناً، أنه بيعرف وبقرأ دائماً رسالة، يعني بيرسخ رسالة جلالة الملك اللي هي التعاون مع الشباب وتحفيزهم وتقديم كل التسهيلات لإلهم، طالما هو العمل ضمن إطار علمي نهج بيخدم المجتمع. بيخدم المجتمع 100%. ايضا في شغله هيك لفتت انتباهي جميله احييكم عليها، انه احد المبادرات اللي بتقوموا فيها عملتوها لاداء مناسك العمره. نعم. في من خلال وحده شباب السلط، يعني فعلا انتم ترسخون هذا المفهوم المجتمعي والترسيخ اللي كمان بين ابناء المجتمع نفسهم في التكافل بهذا الشيء. هي ترى هي انت طرقت لنقطه مهمه. نعم. فريق غرفه الطوارئ هي كانت بداية التأسيس ببداية رحلات العمرة، فشكلنا لما خرجت العمرات من عندنا شكلنا غرفة عمليات لمتابعة المعتمرين والجهة الراعية كانت لهذا الموضوع، فكنا على تواصل. بعد ما خلصت حكينا ليش ما نكمل. جميل. وطلعنا بفريق الطوارئ وتشاركنا مع يعني توسعنا، حاولنا نتوسع مع فريق نسور الزرقاء الدفع الرباعي، بيحكي لك ما في عندنا ثلج بالزرقاء ميجي عندكم زعلت. وفريق فرق جوردن، وبرضه تشاركنا بالاخر مع فريق يعني اذكر اسمه. نعم. اللي هو فريق السلط، وهم شباب مدربين في اداره الازمات اللي هم يعني عشان ما انساهم. لا بالعكس بنجيلهم تحيه الله على السلط. هم شباب شركه هاي لتمكين الشباب والمجتمع المحلي. نعم. وهم اصلا مدربين. مهم. فكانوا يدربونا على كيفيه التعامل مع اي حدث، حتى نكون تدريب طبي. نعم. لانه معاهم اطباء. نعم. جميل. طب سيد خالد، كثير من الشباب عندهم حب لخدمه المجتمع المحلي، واكيد بعد ما سمعوا عن وحده شباب السلط حيكون في عندهم حب لانهم ينضموا لفريق وحده شباب السلط، كيف اليه الانضمام؟ شوفي احنا دائما جزء انا ما كنتش محضر يعني محضر على شيء غير هيك، بس خلينا نكون يعني اكثر نوصل رساله نكون يعني كثير واقعيين. نعم نعم براحتك. احنا الرحلات هاي بنحاول نكون فيها يعني جو شبابي منتج ايجابي، فمن خلال الرحله بننزل على جروباتنا اللي هي معنا، فبيجي معاهم الا يكون جاي معاهم ضيوف وجاي معاهم ناس جداد، فبنحاول نعمل البروفات اللي قدامهم، واثناء البروفات بنحاول نعمل طابع رحله، ما بنعملها انه هذا بروفا وتدريبات، نعملها زي رحله شباب. جميل. اثناء الرحله بيكون معنا دكاتره بيلقوا محاضراتهم، بعطوا الشباب تحفيز للخدمه، بعطوهم توعيه، فبتكون هي طابع رحله، فبتلاقي هم بيشوفوا الجو انه جو اخوي وشبابي. شوف الشاب الاردني دائما انت وين ما بتروح بتحكي هذا الشاب النشمي. صح. هذا مصطلح النشمي انت قاعد تسمعه بخارج البلد. بلد. نعم. النشمي هذا مصطلح احنا فعلا احنا نشامه. فالشاب اي شاب انت نفسك بالبرنامج، الشباب كل اللي رافقونا حبوا يطلعوا معنا مره ثانيه، لانه شافوا الاجواء، شافوا الرحله، شافوا الاجهزه الامنيه معانا كتف بكتف بيساعدونا. هذا بدل على انه احنا بلد متماسك. طبعا. وهذا سر بقاء، الحمد لله داخلين في المئوية الثانية، هذا سر بقاء. نعم. الأردن. نعم. متماسك، لأنه هو نظام الأردن مبني على التكاتف. نعم. صحيح. وهي الرسالة اللي دائما بوصلها جلالة الملك للعالم. نعم. وإحنا منطبقها على أرض الواقع. يعني 100%. أنا هذا الشيء دائما نحكيه بس هيك من باب الشيء بالشيء يذكر على مر الأشياء اللي ما تسمى بالربيع العربي وغيره، فعلا الحمد لله بقينا مستمرين مستقرين، لأنه هذا عندنا ثقافة أنه اللي بالجيش ابن عمي، واللي بالمخابرات وبالجهاز الأمن العام والمولاد عمومنا، فهذا شيء رائع ونحسد عليه، الله يديم دائما هذا الشيء بيننا، لأنه يعني فعلا صورة مشرقة لقديش هذا الشعب متكاتف. 100%. وإحنا أصلا شفنا كمان جلالة الملك في يوم الأيام بأحد الشوارع بيساعد بدفش السيارة. صحيح. هذا نموذج. هذا طبعاً نموذج طبعاً. لما يكون قائد البلاد بهذا إحنا الجيش بس بنزع عنا ما ننبسط. صح. ننبسط بس نشوفه كثير له محبة يعني عند الشعب. والفكرة الأساسية لهذا الموضوع ما بدي أطيل عليه. لا تفضل. في ثلجة أليسة كان جلالة الملك في الميدان، لأنه شوارع السلط تضاريسها ضيقة. نعم. يعني أنا ما بلوم البلدية، الجرافة ما بتقدر تدخل بشارع ضيق. نعم. سيارتنا كانت تدخل وتفتح طريق، هي بس مسألة اسحبها على الشارع الرئيسي مشيها،
بس هاي المسألة. الله يحمي أردننا الحبيب، وإن شاء الله يا رب نضلنا طول العمر متماسكين وإلنا بين بعض. الله يبارك فيك وبتشكركم جدا على هاي الاستضافة. بالعكس، بس في كمان أنا في نقطة هيك امبارح حبيتها وبحب نحكيها للمشاهدين. أول شيء من الناس اللي منضمين لكم أطباء أيضا، نعم، بدي أسألك ليعرف المشاهدين ماذا يستفيد المتطوع معكم ماديا، هل له فائدة أم باب لا الخير؟ لا لا طبعا. أنا برجع لمصطلح النشمي. النشمي هو بيحب يقدم، أنا بحب نظام. هذا الشيء نعرفه. النشمي هذا بيحب يقدم لبلده، بيخدمك وبيخدمني وبيخدم أمه وأخته، بيخدمه بدون مقابل، ناتج من الفزعة الداخلية المبنية اللي هي هاي سرنا. طبعا طبعا. بتلاقي الشاب متخرج جديد في الجامعة طب، نعم، تدرب بمستشفى، بس يسمع بهيك شغله بيجي بيقول لك انا معكم متطوع. معكم. نعم. انا معكم متطوع. صحيح. امبارح كمان بحديثي مع الاستاذ خالد ذكرت نقطه جدا مهمه، بانه الشخص وانت منهم تشعر بالسعاده وانت تقوم بهذا العمل. اكيد. شوف، انت ما بتقدر تحكي الا لما تكون فروة. انا يعني في موقف ما بقدر انساه، طفل كان بالع قطعه حديديه، رحنا نجيبه، هلا في مجرى تنفسه يعني بس لازم ننقله على المستشفى. طبعاً. نعم. فكان معنا طبيب يعني متدرب بالفريق يلا على الصلط، عمل شغلة طبية، طلع حتى بمزح مع أبوه بقول له ظل في قروش، طلع بالع قطعة معدنية قرش، نعم، فالح، نعم، عمل حركة طلع. لا تصدق إنه قديش السعادة إنه طبعاً أنت أنقذت طفل، طبعاً، أنقذت واحد. وبشكر الجميع، إحنا كلنا ياتنا إيد واحدة. عن جد أنا بحب أشكر كل الأجهزة الأمنية بشكل عام. أكيد. بتعاونهم مع الشباب، واحنا كمان اكيد بتعاونوا الاعلاميين، وكلنا ايد واحده ورساله واحده. ما شاء الله عنكم، اكيد يعطيكم يعني الف عافيه. بس سيد خالد، هلا خططكم القادمه بما انه لسه فصل الشتاء باوله بنقدر نعتبره، فشو الخطط القادمه؟ الخطط القادمه، امبارح كنا مجتمعين بقسم التطوير، هم اربع شباب، انا هذا القسم بعشقه، تطوير ورسم استراتيجيات للجامعه. ما نتمنى انه نصل لنهاية 2023 نكون فريق وحدة شباب السلط زيه في كل مناطق الأردن إن شاء الله. وهذول هم الجنود الثانيين بالميدان. نعم. وهذا نعم. أصلا اللي حكى عنهم جلالة الملك. نعم. صحيح. كل مواطن أردني هو جندي. صحيح. وهذا أنتوا جنود في الميدان. طبعا. أنتوا من الشباب نزلوا معنا وظلوا، هذا جندي في الميدان، كلنا جنود لما نوصل رسالة. حتى في، لا تصدق أنه هاي الشغلات بسيطة، لما نطلع بالصيف فريق الطوارئ وناخذ صور ومغامرات، ناخذ صور جميله من وديعه قسم الاعلام، باخذ مناطق سكتشات للاردن بمناطق جميله بنشرها على السوشيال ميديا، ننشر شيء ايجابي عن بلدنا. قديش بيجي عندنا سياحه من هذه المناطق. صحيح. نبتعد عن السلبيات، مليان البلد ايجابيات، خلينا نركز عليها فقط هاي، ونحل السلبيات ايضا عشان نكون واقعيين. عشان نكون واقعيين، حل السلبيات طبعا طبعا، طالما الموضوع مش الان بايدنا، خلينا الان بالفراغ نركز على الايجابي. في فراغ عند الشباب. صحيح. جائحه كورونا، البطاله. صحيح. شاب متخرج مش بسرعه راح يشتغل. صحيح. خلينا ما يكون هو هذا الشاب ارض خصبه لجهات متطرفه لغسل الدماغ. طبعا خلينا طبعاً. ناخده ونعرفه انه في شيء. احنا كان عندنا محاضرات في القسم الاكاديمي للمخدرات، من وعي الشباب في الجامعات وفي المدارس. جميل. وعيهم من خطوره هذا الشيء. الله ما شاء الله عليكم. الله يديم. يعني جهودكم مباركه الله كما يقال. بي. استاذ خالد الخشمان، وانت نائب رئيس وحده شباب السلط، لك منا كل التحايا. الله يبارك. والاحترام والتقدير، يعني زي ما قلت انتم نشامه. الشعب الأردني كله نشامة. كله نشامة. الموارد البشرية الغنية في الأردن هي أكبر نعمة للبلد. هي رأس المال البشري. بالزبط. فعليا. شكرا لك. شكرا لتواجدك اليوم معنا. أهلا وسهلا. الله يبارك. مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي ببرنامج يوم بيوم على الشاشة الأردنية الأولى. أكيد بتقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحاتنا على الانستغرام وعلى الفيسبوك A1TV. بحب أشكر كل الضيوف اللي كانوا منوريننا بمشوارنا الصباحي لليوم. نعطيك العافية أكيد أحمد وجميع المصورين الموجودين معنا بالاستديو. شكرا لك. شكرا للجميع لمتابعة ومشاهدة هذه الحلقة. بنتمنى كالعادة أن نكون قدمنا شيء مفيد. أنا شخصيا سعد جدا بضيوف هذه الحلقة وبما قدمناه. نشكر دائما الجنود المجهولين من مصورين وإعداد، ولكم منا كل التحايا. نلقاكم غدا، دمتم في أمان الله. في أمان الله.